السلام عليكم. خاتم جالاكسي رينج يجلب ميزات هامة لغاية، كيف تستفيد منها وما هو هذا الخاتم، أهم مميزاته وكل شيء، كل هذا بالتفاصيل أعزائي الكرام سوف تشاهدون إن شاء الله في هذا الفيديو. أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك وتابع الفيديو حتى النهاية. في كل سنة حينما تعقد سامسونج مؤتمرها الثاني للكشف عن منتجاتها الجديدة، يكون تركيز الجمهور يحوم حول الهواتف الذكية والتقنيات المدمجة بها. هذه السنة التركيز كان أكثر على أصغر عنصر في أكسسوارات سامسونج، الخاتم الذكي أو خاتم جالاكسي رينج. أهم مميزات خاتم جالاكسي رينج: منتج رأيناه سابقا في محفل MWC هذه السنة، وانتظرنا ما يقارب 5 شهور لنتعرف على كافة خصائصه ومميزاته، يتوفر بشكل رسمي. في هذا الفيديو سنتعرف على كل ما جاء به خاتم سامسونج جالاكسي رينج الخاتم الذكي. سامسونج أتاحت الخاتم باللون الأسود الذهبي والفضي بقياسات تبدأ من 5 حتى 13 حسب المعيار الأمريكي. الخيار الأصغر يأتي بمقاس 7 في 2.6 ملم بوزن 2.3 جرام، بينما المقاس الأكبر يزن 3 جرام. كتصميم خارجي يبدو بسيط جدا، ذلك لأن كل الإضافات مثل مستشعرات الطاقة، البطارية، مقابس الشحن مدمجة من الداخل، وتم تعزيزه بمقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 بنسبة ضغط تصل لأتموسفير أو لعشرة أتموسفير، ما يتيح لمستخدم استعماله بكل أريحية أثناء السباحة أو ممارسة الرياضة به، وحتى عند السقوط في الأوساط الرمالية أو الرمالية لن يتعرض للتلف هذا الخاتم الذكي. ويدعم خاتم جالاكسي رينج بلوتوث LE 5.4 الجديد، ويمكن إقرانه بأجهزة تعمل بنظام اندرويد 11، فما أحدث لعرض كل بيانات الصحة على تطبيق الصحة من سامسونج أو سامسونج هيلث. الشركة أتاحت جميع المميزات بالمجان دون الحاجة لدفع أي اشتراك شهري لحصول على بيانات الصحة والأنشطة. ويأتي هذا الخاتم كذلك مع خاصية الضغط من الجانبين التحكم بجهازك، وبالضغط بأصبع السبابة والإبهام على جانبي الخاتم يمكنك التقاط صور أو حتى إلغاء رنين المنبه عن بعد. كما تدعم خاصية جالاكسي فايند لتتبعها بسهولة وإيجادها في حال ضياعها، وتضم إضاءات الليد مدمجة تنير ليسهل عليك إيجاد هذا الخاتم. أعزائي الكرام، ننتقل لجانب المهم وهو الصحة ومستشعرات المراقبة. خاتم جالاكسي رينج مدمج بمستشعر PPG البصري الخاص بمراقبة حالة القلب ومعدل النبضات، بالإضافة لإمكانية تتبع درجة حرارة الجلد. توجد أيضا حصة كبيرة مخصصة لمراقبة صحة النوم. وزنها الخفيف وتصميمها البسيط يسهل على المستخدم ارتداء الخاتم بشكل دائم حتى أثناء النوم لتقدم لك ولكي تقوم بتقديم لك تقرير كامل عن حالة نومك. تضم تحليل الشخير والحركة عند النوم ومعدل ضربات القلب والتنفس. كما يمكنك تفعيل التفعيل التلقائي لنمط اللياقة ليبدأ بحساب معدل ضربات القلب أثناء التمرن والتوصل بإشعارات عند ضبط معدل نبضات غير صحية. تقوم سامسونج أيضا بدمج نقاط الطاقة التي تأخذ بين الاعتبار نشاطك ونتائج نومك للحصول على درجة يومية مجمعة من 100. المقاس الأصغر من خاتم جالاكسي يأتي ببطارية ب 17 ميلي أمبير والتي تصمد معك لستة أيام من الاستخدام لشحنة واحدة. المقاسات المتوسطة تأتي بسعة 18 ميلي أمبير وتصمد لنفس عدد الأيام. أخيرا القياسات الأكبر بسعة 22.5 ميلي أمبير ويمكنها الصمود لسبع أيام. وبالحديث عن الشحن، خاتم جالاكسي رينج يأتي مع حافظة شحن مربعة أو أشبه بحافظات السماعات اللاسلكية. تشحن الخاتم لاسلكيا وتأتي بسعة 361 ميلي أمبير لتعطي 20 شحنة للمقاسات الصغيرة. يبلغ سعر الجالاكسي رينج كما ذكرت في الفيديوهات السابقة، وهنا سوف أذكر أيضا السعر، يبدأ من $400 ويتوفر في الأسواق أو سيتوفر في الأسواق العالمية إن شاء الله يوم 24 من هذا الشهر الجاري بإذن الله. ما رأيكم في خاتم الجالاكسي رينج؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.